كنستنكر اولا لان كنشوفوا على ان الحديقه هذه تخسرت عليها ملايير ديال السنتيمات، وفي الاخير غادي نجيو نبداو نغيروا المعالم ديالها، نبداو نبنيو اسوار باش نغطيو شي حاجه اللي اصلا ماشي هذا هو المكان ديالها. نديروا اعاده الاندماج ديال السجناء. كاين السجن اليوم الحمد لله ماشي هذا الشيء اللي خاص في المغرب، يعني الاماكن اللي نقدروا نديروا ماشي في وسط بلفيدير، في وسط حي راقي فيه ساكنه فيه 30 ليسي و15 مدرسه، ونجيو نجيبوا نحولوا واحد الشريحه اللي الله يحسن العوان حتى هي ما بغاتش، ملي نجيبوها نفرضوها على هاد الناس، ومن غير داك الشيء نجيو نبداو نبنيو اليوم، نبنيو الصور هنا، غدا نبنيو الصور ليه، واحد شويه هاد المتنفس. وسورتو هاد المتنفس هذا كان اهداء من واحد السيده فرنسيه اللي توفات الله يرحمها في هذا النهار ويرحم اموتنا اجمعين، اللي غنترحموا عليها بفعل ما دارت. انه الناس الا بغاو يبقاو في هاد البلاصه هذه خصهم يحترموا الناس ويحترموا الساكنه ويحترموا فهاد. انت كما تشوف الطوموبيل السيارات داخلين الحديقه ما عندهاش عساس، مع العلم اننا تابعه لمجلس المدينه ماشي الجماعه. الحيوانات حاشا كتجي هنا كدير الابراج كتبرز في الحديقه، حشومه ان تجيب دري صغير عنده 3 سنين كيلعب في وسط تبرزات الكلاب وداك الشيء. ومع العلم اننا كاين واحد الظاهره اخرى، ولات الناس كيدخلوا بالمطر ديالهم كما هادو دابا هما اللي فتحوا الباب، هما كيدخلوا السيارات ديالهم كيدخلوا من هنايا. مع العلم على انه كنعاودوا هذه راه وقفه ديال استنكار، وحشومه على انه في المغرب ديال القرن 21 نجيو نفرضوا على ناس اغلبيه ديالهم كيخدموا بالصالح ديال البلاد، ونجيو نفرضوا عليهم شي حاجه اللي هما يعطيو غير سبب علاش غيتبنى هذا السور هنا، وعلاش هذه الاداره اصلا غتبقى هنايا. والجرده راه خصها بزاف ديال الحوايج من غير سور ولا جوج صور ولا ثلاثه. الا كانوا بغاو يبنوا السور راه عطى الله الخربات اللي ما هنا الجرده. هذه راه الجرده ملك ديال الملك العام، ملك ديال، وحنا كنهضروا على الصالح العام، ما كنهضروش على الصلاحه ديالي. انا عندي ولادي، انا كنجي كنضرب 5 كيلومتر باش كنجيب ولادي هنا يتنفس، الا يجي بني هنا سور وتجيب الناس ديال اعاده الادماج ديال الناس ديال السجن، هنا راه غادي يولي حي شويه سميت. وسمحوا لي هذه صراحه، كنعبر على السياء الداخلي ديالي، ما كنهضر على صفتي انا كمواطن. في هذه الحديقه ديال فلسطين اللي في حي بلفيدير كانت متنفس ديالنا اللي كنجيبوا ليه حنا وليداتنا، وكنجيبوا والدينا الكبار يتمشاو فيها شويه. دابا حتى كنتفاجئوا بان واحد البنايه اللي هي ديال المصاحبه ديال الادماج كدير لنا واحد الحيط هنا، يعني ذاك الحيط اللي عاود ما نلقاو حنا الزحف ديال المساحات الخضراء كنلقاو الزحف الاسمنتي كيدخل كيهجم على ما هو اخضر، يعني هي كنا الاخضر واليابس، يعني ما بقاش لنا حتى شي متنفس اللي هو ديال واحد المنطقه اللي كتشمل واحد 15 ولا 20 حي هنا قريب. على اي حنا جينا على هذه القضيه هذه على اساس اننا نوقفوا هذا الحيط ما يدارش اي موجب قانون، وحتى هذه البنايه هذه اللي تنقولوا يعني اللي كانت مدشنها صاحب الجلاله نصر الله هي بنايه خاصه بالمصاحبه واعاده الادماج، ولكن دشنها في واحد الوقت اللي هي كانت محتاجه لها، يعني محتاجه لها كل الناس اللي كيخرجوا باش يديروا الادماج. ودابا كنلقاو بان حتى الاستفاده ديال الناس ديال الادماج يعني قليله، اقل بكثير من الى استفدت منها الساكنه في المثال، ان هاد البنايه خصها تكون للساكنه، يعني ماشي الادماج ما بقاش الناس كيستافدوا منها بزاف، يعني واحد النسبه نقول لك 1% ولا 2% من اللي كانت عليه. دابا الساكنه كطالب بان يكون عندها مساحات خضراء وترجع للحديقه الى عهدها عندما كانت عليه، وتكون الابواب ديالها مفتوحه وتكون الحراسه ديالها شامله عوض ما تكون فيها اكتساح الاسمنت كما قلت لك، ومرآب ولا بحال مرآب للسيارات، يعني هذا الشيء لا يطاق. هذه البنايه هذه جات هنايا ما عرفتش تحطات هنايا، دشنا صاحب الجلاله خدات واحد الصبغه ديال الرسميه هنايا، قالوا هاد البلاصه هذه خصها تكون بلاصه اخرى، هذه راه جرده اللي المتنفس الوحيد ديال الناس ديال الساكنه ديال بلفيدير هنايا، اللي كتجيو الناس عيالات رجال كهول شبان كيلعبوا الكره، الدراري النساء كيترينيو كيديروا الرياضات المشي، هذه فهمتيني ولات هذه ولات عالي يعني احنا في البلاصه هذه، ولات مشكله كبيره. خصنا كنطلبوا من المسؤولين باش يلقاو لنا حل لهذ البلاصه هذه معضله اللي ولات عندنا حنايا.